أردنا أنه ننظم هذا الورشة على المستوى المغاربي بمشاركة بلدان مغاربية منها تونس، موريتانيا، ليبيا، الجزائر، للتنسيق ما بيننا بالنسبة للمجهودات اللي تقوم بها البلدان المغاربية في مجال المحميات والتنسيق ما بين مع السكان اللي تسكن هذه المحميات. كان مهما بالنسبة لليونسكو اختيار التصيلي لتنظيم أول ورشة جهوية حول المحيطات الحيوية بالمغرب العربي، كما هي فرصة لاكتشاف هذه المنطقة. يجب توعية الأجيال الجديدة بالتغيرات المناخية والتلوث والمسائل الأساسية المتعلقة بالبيئة، بالإضافة إلى أهمية تزويدهم برسائل أمل من أجل العيش في تناغم مع الطبيعة. الهدف من هذه الورشة هو تعزيز استدامة محميات المحيط الحيوي. قولي لماذا جانيت؟ جانيت لأن أولا جانيت تزخر بتراث ثقافي وهائل، يعني شساعة هائلة ما شاء الله. وثانيا جانيت هي من أول محمية وطنية صنفت من قبل اليونسكو. عندنا 8 محميات وطنية، وجانيت هي أول تاسيلي ناجر هي أول محمية صنفت من قبل اليونسكو.